لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. وصل ميمون السعيدي برفقة والدته إلى الرباط قادما من الناظور يوم السبت. كانت الساعة تقترب من الخامسة مساء. عليه أن يجد نزلا يمضيان فيه الأيام التي سيمكثان بها في الرباط، حيث ستجري والدته فحوصا طبية. في الكيس البلاستيكي الكبير الذي تحمله المرأة التي تخطت الستين، كل الأوراق التي تسلمتها من الأطباء الذين زارتهم في الناظور وفي وجدة وفاس. وفيها أيضا صور بالأشعة للرأس وأجزاء أخرى من الجسم ونتائج تحاليل مخبرية. المرأة تعاني من آلام في المفاصل وصداع يلازمها. كان ميمون قد زار الرباط مرة من قبل في العام 90-900 و1000. نحن الآن في العام 95. تذكر أنه في تلك المرة وقد كان برفقة شقيقه المقيم في ألمانيا أمضي ليلة في نزل قريب من باب الحد. كانت أمه تمشي خلفه. استوقف سيارة أجرة وطلب من السائق أن يمضي بهما إلى باب الحد. تذكر ملامح ذلك الفضاء. مر قرب عربة لبائع عصير البرتقال، اشترى كوبين. مضى ببصره في كل الاتجاهات، ولعله تذكر الطريق إلى ذلك النزل. لما فرغت أمه من شرب العصير دون أن يتكلم، حمل حقيبته وعبر الطريق. البناية التي شيدت فيما يبدو في منتصف القرن العشرين وربما قبل ذلك لم تفقد الكثير من بريق واجهتها. في الاستقبال رجل أربعيني أنيق. حصل ميمون على غرفة بها سريران يتقاسمها مع أمه. لم يكن بها حمام. قال له رجل الاستقبال إن بالطابق حماما مشتركا. لم يتوقف ميمون عند ذلك التفصيل. ما يهمه أن تجد أمه سريرا تنام عليه إلى أن يحين موعدها مع الطبيب. لما وصل الغرفة اكتشف ميمون حالتها المتدهورة. كانت في عمق الممر. هم بالتراجع والبحث عن نزل آخر، ولكن المساء كان قد أسدل ستاره على المدينة. في زاوية الغرفة خزانة للملابس. فتح ميمون باب الخزانة واكتشف بطانية ووسادة. كان الجو باردا ذاك المساء من مارس. استرسلت الأم على سريرها وجاءها ولدها بالبطانية الإضافية. نزل إلى الشارع، اشترى حليبا وخبزا وماء، ثم عاد إلى الغرفة. اكتفت أمه بكوب حليب. عم الغرفة الصمت إلا ما كان يحدثه تنفسها الذي لم يبلغ مرتبة الغطيط. ولما اقترب الليل من الانتصاف بدأ يسمع وقع خطى في الممر وضحكات نساء وأصوات رجال وكلمات غير مفهومة وأبواب تفتح وتغلق. ثم سمع حركة في الغرفة الملاصقة لغرفته. في لحظة ظن أن من في تلك الغرفة يقاسمونه غرفته. كان يسمع كل الحديث الذي يدور هناك. سمع عدا إلى ما بعد الخمسين وصوت امرأة تسأل وما نصيبي أنا، وسمعه يقول لها كل شيء لك، ثم صوت باب خزانة الملابس وهو يفتح ويلقى فيه بشيء ما. ثم بعد أكثر من ساعتين عم الهدوء إلا من صوت تنفس والدته. لعل السفر من الناظور إلى الرباط أتعبها. ظل يفكر وهو يجول بنظره في الظلام. ترى ما الذي كان يعده اللذان في الغرفة المجاورة؟ ولماذا كانت المرأة تسأل عن نصيبها؟ نصيبها من ماذا؟ ثم تذكر ذلك العد الذي تجاوز الخمسين. كاد يمضي به النوم لما جاء من مكان غير بعيد صوت المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح. أيقظ والدته، خرج من الغرفة ومضى معها إلى الحمام. ولما كان عائدين لاحظ أن باب الغرفة الملاصقة لغرفتهما مفتوح. دخلت أمه إلى الغرفة لتصلي، بينما قاده فضوله إلى إلقاء نظرة على تلك الغرفة من الباب. الأضواء الخافتة في الممر تبعث في نفسه رهبة. هي خطوتان، ها هو في باب تلك الغرفة. تقدم دون أن يحدث صوتا. أطل بعنقه، في السرير جسدان، وعلى بعد مترين
خزانة الملابس وقد فتحت أبوابها. الجسدان على السرير لا يتحركان. تقدم نحو خزانة الملابس، لا شيء فيها سوى حقيبة يدوية كتلك التي يحملها الرياضيون. لا يدري ما الذي بها، إن هو فتحها هناك فقد يوقظ الجسدين الممددين على السرير. قرر وانتقل إلى الفعل، أخذ الحقيبة وعاد إلى الباب، أطل بعنقه، الممر خال. دخل غرفته، كانت أمه على وشك الانتهاء من الصلاة. وضع الحقيبة بجانب سريره، عادت أمه إلى فراشها، ولما أيقن أنها نامت نهض، أضاء المصباح الذي فوق رأسه، فتح الحقيبة اليدوية، بداخلها اكتشف بضعة أكياس بلاستيكية، في إحداها ما بدا حليا، وفي كيسين آخرين رزم من أوراق نقدية من فئة 100 درهم، ثم وقع على سكين ومصباح يدوي. ما الذي يفعله الآن؟ هل يعيد الحقيبة وما فيها إلى حيث كانت في الغرفة المجاورة؟ هو يظن أن ما في الحقيبة مسروق، ثم ما لبث أن أقنع نفسه بأنه يحل له أن يحتفظ بالمال والحلي وأن يتخلص من الحقيبة ومن السكين والمصباح اليدوي. وضع المال والحلي في حقيبته ولف الحقيبة اليدوية والسكين والمصباح اليدوي في كيس بلاستيكي أسود وخرج. في الباب كان الحارس مغرقا في النوم. خرج وألقى بما في يده في أول صندوق للقمامة صادفة، ثم مشى إلى باب الحد. قادته الرائحة إلى سفاج، كان حول بابه بضعة رجال ينتظرون. لما وصل دوره اشترى نصف كيلو من الإسفنج، ومن مقهى مجاور حمل كأسي شاي بالنعناع ودخل الفندق. كان الحارس نائما، ولعله فتح عينيه ورآه يصعد السلم. أيقظ والدته، سعدت بكأس الشاي الساخن، تقاسما الإسفنج وخاض في حديث أغلبه ذكريات وكلام عن فوائد الاستيقاظ باكرا. وعد والدته بفسحة في الأماكن القريبة من الفندق، وأن يتناول وجبة الغذاء في مطعم في المدينة القديمة. عاد ليستلقي على سريره، وما كاد يغفو حتى سمع في الغرفة المجاورة ضجيجا وكلاما ساقطا وشتما. كان يتهمها بأنها سرقت الحقيبة، وكانت تتهمه بأنه من سرقها، ثم هددها بالذبح إن هي لم تعد الحقيبة. على الصراخ في الممر وقع خطى، ثم صوت موظف الاستقبال الذي جاء يستطلع الأمر. قال لهما أن يغادرا الفندق إن كانا يريدان تصفية حساباتهما. هدأ الجو قليلا، ثم سمع صوتها في الممر وهي تتوعده بكشف المستور. الصوت الذي يحدثه خطوها يوحي بأنها تنتعل كعبا عاليا. سمعت أبواب تفتح في الجانب الآخر من الممر، ثم خطى ثقيلة، ظن أنها للذي كان معها في الغرفة. لا يهمه كعبها العالي ولا خطاه الثقيلة، ما يهمه الآن أن يجد مكانا آمنا لتلك الغنيمة التي حصل عليها فجرا. لم يعد تلك الرزم، ولم يتفحص تلك الحلية اللماعة. صحيح أنه يود لو يعلم في أقرب وقت، ولكنه حريص على أن لا تعلم أمه. بالرغم من سنه 30 وبالرغم من مرضها، فإنها حين توبخه، وقد حدث ذلك مرات، يكون لكلامها وقع كاللسع لا ينمحي أثره. المرأة صاحبة الرأي الأول والأخير بعد أن توفي زوجها قبل 20 عاما. كانت طويلة كالدهر الأيام الثلاثة التي انتظر فيها نتائج تحاليل مخبرية طلبها الطبيب. كان ميمون يحمل غنيمته حيثما حل وارتحل، حتى إنه اشترى حقيبة ظهر كتلك التي يحملها تلاميذ التعليم الإعدادي، وأودعها المجوهرات والمال. كان مشدود الأعصاب، ولعل توتره خف قليلا لما غادر الفندق وتوجه إلى القمرة ليستقل الحافلة المنطلقة إلى الناظور. كانت حقيبة الظهر تلازمه، ربما ضحك بعضهم حين رأوه يحملها وعليها صورة طفلة من سلسلة رسوم متحركة شهيرة. لا تهمه سخريتهم،
الأهم عنده أن يصل بالغنيمة سالمة إلى الناظور. في ذهنه مشاريع كثيرة. استرخى على مقعده، أمه بجانبه. كان الوقت مساء ولن يتأخر الليل. انطلقت الحافلة. جاء مساعد السائق يحصي الركاب ويتثبت من أن لدى كل واحد منهم تذكرة. وفي باب المحطة نزل آخر المتسولين. في مدخل الطريق إلى فاس استوقف الحافلة حاجز للدرك الملكي. صعد دركي يتفحص الوجوه، توقف عنده، انتابه خوف، سأله أين يقصد، قال له إلى الناظور، وإن التي بجانبه أمه جاء بها إلى الرباط للعلاج. تركه الدركي ووصل طريقه بين صفي الكراسي. لما استأنفت الحافلة طريقها كان يحس بقلبه ينبض بسرعة لم يعهدها من قبل. يعلم ميمون الذي خبر طريق التهريب بين الناظور ومليلية المحتلة أن عليه أن لا يظهر خوفا ولا انفعالا. في الكراسي الخلفية من الحافلة شبان ريفيون رفعوا أصواتهم بأغاني ريفية، وقد ابتدعوا بالتصفيق إيقاعا يذكر بالدفوف التي جرى تسخينها جيدا. ثم ما لبثت تلك الأصوات أن خبت. في الخارج ظلام دامس، قليلا ما تجرحه أضواء سيارة آتية في الاتجاه الآخر. أسند ميمون رأسه إلى زجاج النافذة ولم يلبث أن نام. هيئ له أن الأحلام التي بدأها يقظا تتواصل كتلك الأفلام التي شاهدها في الهواء الطلق صبيا هناك في قريته. الحلقة الثانية والأخيرة. شعر ميمون السعيدي بخوف شديد لما كان الدركي الذي صعد إلى الحافلة يمعن فيه النظر. قال له إن التي بجانبه أمه كانت في الرباط لإجراء فحوص طبية. تنفس الصعداء لما مضى رجل الدرك يتفحص وجوها أخرى. لما خفتت أصوات أولئك الشبان الريفيين الذين كانوا يرددون أغاني ريفية على إيقاع تصفيقات، أسند ميمون رأسه إلى زجاج النافذة. كان يعانق بحرارة حقيبة الظهر التي أودعها المال والحلي. في الخارج ظلام دامس، هي فرصته ليحلم ويحلم ويستعرض مشاريعه الكبرى. أن يعود إلى قريته هناك في بن سدال الجبل ويقيم مشروعا فلاحيا. حلم ميمون أيضا بشراء تاكسي يربط بين الناظور ووجدة. وحين ازدحمت المشاريع في مخيلته نام، لا يدري كم نام. ثم توقفت الحافلة في الخميسات. نظر إلى ساعته، كانت تشير إلى 11:20. نظر إلى وجه أمه وسألها إن كانت ترغب في الأكل. طلبت ماء. نزل يحمل حقيبة الظهر في يده، ثم بعد 10 دقائق عاد يحمل قنينة ماء معدني. استأنفت الحافلة طريقها إلى الناظور. ما لم يكن يعلمه ميمون أن الصحف التي صدرت أمس حملت خبر إلقاء القبض على رجل وامرأة قام بالسطو على محل لبيع المجوهرات في القنيطرة، وأن البحث جار للقبض على شركاء محتملين لهما. كانت دورية للشرطة قد وقعت قبل يومين على امرأة في حي المحيط. بدت خائفة ما أن رأت سيارة الأمن الوطني حتى أسرعت نحوها حافية القدمين مذعورة. كانت تردد إنه يريد أن يذبحني. هدأها رئيس الدورية، علم منها أن الذي يعدها بالزواج يهددها بالقتل. لما كانت في المفوضية بدت وكأنها تتردد في كشف هوية ذاك الذي يهددها بالذبح وكشف الأسباب. كان طبيعيا أن يعمد الضابط المداوم إلى الإحاطة بحيثيات هروب تلك المرأة وفزعها الشديد ذاك، وكذلك كشفت المستور. اسمها بديعة في 23، فتاة من برشيد. قالت إن الذي يعدها بالزواج واسمه محمودي يتهمها بالاستحواذ على أموال وحلي هما شريكان فيها. زعمت أن المال كان ثمرة تجارة في البقع الأرضية المعدة للسكن، وأن الحلي كان يشتريانها ويتخذانها وسيلة للإدخار. بدا الأمر غير واضح بما يكفي في نظر الضابط. ادعت الفتاة أيضا أن محمودي هو من استحوذ على كل تلك الأموال.
دلت على الشقة التي كان بها، هي شقة مفروشة اكترياها عن طريق سمسار معروف. كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحا لما طرق رجل شرطة الشقة. فتح الباب رجل ينزع إلى البدانة يحمل في وجهه شاربين كثيفين، كان بعينيه احمرار. ما لبث الشرطيان أن اكتشف أنه من أثر السكر. هل أنت محمودي؟ نظر إليهما مطولا قبل أن يجيب. نعم أنا محمودي، ومن أنتما؟ نحن من الشرطة ونريدك أن ترافقنا إلى المفوضية. فوجئ الشرطيان بالرجل يقول إنها تكذب الخائنة، يتنفس بعمق ثم يضيف لقد سرقت المال والحلي، كنا معا في النزل ثم في لحظة اختفى كل شيء، ضاع كل شيء. عاد إلى الداخل وترك الباب مواربا، أخذ معطفه في يده ورافق الشرطيين في المفوضية. سيعلم سريعا أن محمودي ذو سوابق، إذ أمضى عقوبات حبسية مختلفة المدد بسبب السرقة باستعمال العنف والسلاح الأبيض. لاحقا ستفشي المرأة السر، أقنعها ضابط كلف باستجوابها بأنه سيعمل على إدخاله السجن لأطول مدة ممكنة حتى لا يعترض سبيلها إن هي وفرت ما يمكن من تحقيق ذلك. اعترفت بأن المال والحلي حصل عليه من عملية سطو على محل مجوهرات في القنيطرة، ولقد أقرت بأنها لعبت دور الطعم الذي جعل صاحب المحل يطمئن. قالت إنهما أفرغا كل ما في الخزانة من مال وحلي، ثم حكت عن ليلتهما في ذلك النزل القريب من باب الحد، وكيف أنهما استيقظا ليجد الحقيبة التي حملاها ما سرقاه وقد اختفت. تتطابق أقوال بديعة ومحمودي حين الوصول إلى الاختفاء المفاجئ لتلك الأموال والحلي. تفقد الباحثون سجل النزل لتلك الليلة من مارس، وسألوا الحارس عما إذا كان أحدهم شوهد وهو يخرج وفي يده حقيبة بالأوصاف التي قدمها الظنينان. قال الحارس إنه لاحظ فجر ذلك اليوم أن أحد الزبناء خرج باكرا بعيد الفجر، كان في يده كيس بلاستيكي أسود، ولما عاد لم يكن معه ذلك الكيس، وكان يحمل كأسي شاي وشيئا من الإسفنج. أضاف رجل الاستقبال أن الرجل واسمه ميمون السعيدي كان برفقة والدته. في السجل كان واضحا عنوان سكن ميمون في الناظور ورقم بطاقته الوطنية. لم يكن ميمون يعلم بكل ذلك، فما أن وصل إلى الناظور حتى حمل حقيبة الظهر التي وضع بها المال والحلي وانطلق إلى قريته في بن سيدال. وصل عصرا إلى القرية، ما زالت أسرته تحتفظ ببيتها القديم هناك. فتح الباب، هو يعلم أن أبناء عمه لن يتأخروا في المجيء لاستكشاف الذي جاء بميمون إلى القرية، ولذلك سارع بوضع حقيبة الظهر تلك في غرفة نوم أمه. لما كان يغلق الباب كانت صورة فتاة الرسوم المتحركة المرسومة على المحفظة تنظر إليه مبتسمة، ولعله ابتسم لها من حيث لا يدري. كما توقع ذلك لحق به في المنزل القديم ابن عم له، تحدث في كل شيء، وطال الحديث عن مرض أمه، وأوجز في كلمات رحلته إلى الرباط، ولم يأتي البتة على ذكر لغنيمته. ثم انتقل إلى موضوع لا يروق كثيرا ابني العم، سألهما عن الفلاحة وعن الغلة الجيدة التي يعد بها الموسم. كان يعلم أنهما سينصرفان بعد أن يقول قولا لا يفيد في شيء. خلى إلى نفسه وحيدا في البيت القديم بعد أن أغلق الباب بإحكام، واطمأن إلى أن لا أحد سيأتي. فتح الحقيبة، وعلى الفراش وضع رزم الأوراق النقدية من فئة 100 درهم، وإلى جانبها الحلي، سلاسل وخواتم ودمالج وأقراط مزينة بأحجار بكل الألوان. قرر أن يبقي الحلي جانبا وأن يعد المال. تذكر ذلك الصوت الذي كان يأتيه من تلك الغرفة في الفندق، وكان يعد إلى ما أكثر من 50. أحصى 56 رزمة، في كل رزمة 10,000 درهم. هو يفضل أن يسميها مجملة 56 مليونا. لم يسبق له أن عد مبلغا بهذا القدر.
كانت بضعة آلاف من الدراهم، تلك التي كان يروجها في التهريب بين الناظور ومليلية المحتلة. في فناء الدار مطمورة قديمة كانوا يخزنون بها الشعير، هو يعلم أنها فارغة وأنها لم تستعمل منذ أن استقرت العائلة في الناظور. أعاد إلى الحقيبة المجوهرات وكل رزم الأوراق النقدية، احتفظ بواحدة، 10,000 درهم ستكفيه لفترة، وربما استكشف آفاق تجارة جديدة. لف الحقيبة جيدا وأودعها المطمورة. كانت قد مرت 10 أيام على عودته من الرباط، وذات صباح طرقت الشرطة بابه. لما خرج لم يستطع أن يخفي الاضطراب الذي اعتراه. هل أنت ميمون سعيدي؟ نعم أنا ميمون، قالها بصعوبة فقد جف حلقه. هذا استدعاء لك، عليك أن تحضر إلى المقر المركزي للشرطة اليوم. اليوم؟ لماذا؟ أنا لم أفعل شيئا. نظر إليه الشرطي وقال له: ستعلم حين تأتي إلى الكوميسارية. أغلق ميمون الباب. في الداخل كانت أمه تسأل: من هناك؟ أحدهم أخطأ العنوان، قالها ومضى إلى غرفته. كان يتساءل عن السبب الذي جعل الشرطة تطلبه. هل افتضح أمر ما حدث في الرباط؟ هو يظن أن ما قام به لا شاهد عليه. كل شيء تم بسرعة ولا أحد رأى ولا سمع. فكر في الذهاب إلى القرية في بني سيدال، فكر في الذهاب إلى مليلية، ثم تراجع. لما لا يجيب ويذهب حالا إلى المقر المركزي للشرطة؟ بدا له أن ذلك أسلم له، ثم في أسوأ الحالات ما عليه إلا أن ينكر. في باب الكوميسارية أرشد إلى مكتب في الطابق الأول، استقبله مفتش خيل إليه أنه رآه من قبل. سأله عن رحلته إلى الرباط وعن إقامته في ذلك النزل القريب من باب الحد. فهم ميمون أنه مشتبه فيه. كان المفتش ينظر في عينيه لما سأله عن الأموال والمجوهرات. أنكر كل علم له بهذه القصة، أنكر بإصرار وكرر مرات لا يعلم عددها أن رحلته إلى الرباط كانت ليعرض أمه على طبيب هناك. تم تدوين إنكاره وأخلي سبيله. توالت الأسابيع والشهور، لم يكن ميمون السعيدي يعلم أنه تحت المراقبة. ثم ذات يوم جاءه صديق له يقيم في مليلية، وحام بحديثه عن تجارة المجوهرات التي تعرف رواجا في مليلية. كان ما حكاه الصديق يغري بالمغامرة. ظن ميمون أنه نسي وأن كتاب غنيمة ذاك الفجر قد طوي. مضى إلى ابن سيدال. كانت مطمرة الشعير القديمة تحتفظ بكل ما أودعه بها. قرر أن يحمل بضع دمالج وسلاسل ويمضي بها إلى مليلية ليصبر صدق ما قاله صاحبه. في المعبر أخضع للتفتيش، لم يكن لديه ما يثبت ملكيته لتلك الحلي. في الكوميسارية وجد المفتش الذي استجوبه قبل نحو عام ينتظره. هذه المرة اعترف وروى القصة كاملة.